إنني أنا الله. الحمد لله الذي من على الإنسان بنعمة البيان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أهلا وسهلا بكم في لقاء ولقاءاتنا التي تكون في هذه القناة أو الصفحة الرسمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقدم لكم أولا الحرف، يعني علامة الحرف. ما علامة الحرف؟ علامة الحرف ألا يقبل شيئا من علامات الاسم وألا يقبل شيئا من علامات لماذا؟ الكلمة في اللغة العربية ثلاثة أنواع فقط، وهي اسم وفعل وحرف. إن جاءتك كلمة جرب عليها من علامات الاسم، فإن لم تقبل شيئا من علامات الاسم فليست اسما، وجرب عليها من علامات الأفعال، فإن لم تقبل شيئا من علامات الأفعال فليست فعلا. فهل تجرب عليها شيئا آخر؟ لا، نجرب عليها شيئا آخر، لأنه لا يبقى عندنا إلا الحرف، فاحكم عليها بأنها حرف دون تردد. انتهت أقسام الكلمة.